السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، جيناكم بمقطع جديد ستريم هايلايتس. الكليبات اللي موجودة فيه مأخوذة من بث اليومي على منصة تويتش، اللينك موجود تحت في الديسكريبشن. إذا عجبك الفيديو لا تنسى تسوي شير ولايك وسبسكرايب، وإن شاء الله تنبسط. As an ADC أنت وضعك بعد الليننج فيز، أنت تلعب هنا، مشيته سويته، قلتوا التاور هذا right. بقيتوا هنا ريك أنشال صح؟ تقريبا عامة بنروح نسوي سواب فوق، بنحاول نشيل التاور فوق بعد ما نخلصه وناخذ هيرلد. اذا كان في هيرلد المفروض انه دريك رجع مرة تانية، فنتقوم نرجع عامة. لما نرجع ما نرجع بوت، نرجع ميد، تمام. ف طبعا هذا مو معناه انه الميد لازم هو يكشع عشان طال عمرك، على حسب الميد اللي موجود. في عندنا ميد زي زيد مثلا، زي زيد، زي كاسدن، زي فلاد، كاسيوبيا. من الشامبيونز اللي يقدر يسوي سبليت بوش يقدر يروح سايد لين، فيقوم هو يمشي يروح سايد. طبعا المفروض الميد يطلع توب، التوب ينزل بوت، بدات لو كان عنده تي بي لانه في بارون موجود، وانت السبورت حقكم تجو ميد اند يو فارم ميد. هذا احسن سيناريو انت ممكن تتعايش معه. رايز برضو ممكن يروح سايد لين، بس لو كان معاك في الميد زوي، لوكس، سندرا، اني، بلكوس، مالزهار، اللي هم الكنترول ميجز، هذول ما يقدروا يروحوا سايد لين. فواحد منكم حيقرر اوكي مين اللي حيشيل. يعني انت تشوف، تقول للميد ميد كان يو جو سايد لين، ايش يسوي؟ يعني حتى انت، انا تشوفني احيانا اجي الميد ما راضي يتحرك، فلو الميد مو راضي يتحرك، الجنجل موجود هنا، انت والسبورت حقك تمشي، الميد ما يبغى يمشي، الويف توصل هنا او هنا على حسب فين اذا هذا التاور راح، تروح تاخذ الويف وترجع مره ثانيه، تروح تاخذ الويف وترجع مره ثانيه، فحتلعب حول هذول الاثنين. طبعا طريقه شيرتك للويف كيف تشيلها بسرعه ولا بشوي ايش تاثر على انت كيف تبغى تتعامل مع اللين. عامه لو تلعب مع تشامبيون تاني ما يقدر يروح سايد لين، افضل شيء تسويه انك تروح السايد لين اند يو فريز، يعني ما تضرب الا لاست هيت، على اساس تجبر التوب حقهم او البوت حقهم يجوا لين هنا، او تجبرهم يسووا فايت. من يوم ما تشوفهم فايت تسوي لها شف بسرعه تكشعها وتجي، او تسيبها وتكشعها وتجي. فالفكره ليساندرا كان سبليت بوش، شي كان يس عشان عندها الكلو حقها، شيز نوت ذا بيست ات سبليت بوش، بس شي كان. فشايف الفكره كيف؟ يعني كون انه انت تجلس طول الوقت ايرام خمسه هنا هذا خطا. يعني انا دائما اقول نصيحه مع الشباب يا اخواني، دونات ايرام لا اي لين تروح اللين هذا ما في كاري تاني، انت غلطتك انت انه انت رايح اللين هذا اوكي. شايف الكاري موجود قدامك، يعني تشوفني انا في الستريم الكاري موجود هنا وانت زي الاهبل سويت ريكول بعدين جالس تجري ميت، هذا انت حمار. هو حمار انه جالس، هو المفروض يسوي سبليت بوش اذا كان سبليت بوش، بس انت شايف انه هو ما بيتحرك، دو سمثينج ايلس. طب لا تروح 1 في 1 وفي ترند هنا ولا في فيورا ولا في، تروح 1 هنا تجلس لحالك حتموت زي الابلة، شيل من الويف وافقع. لا تقول للسبورت اجي معك، ما جاء معك السبورت تقول له توب روح، انا ما اروح. Nobody sends an ADC to a split pushing carry. ناسوس، ماستري، فيورا، تريندامير، خلي التاور يروح، ماني رايح، حروح حموت. تلاقيني اسويها احيانا، اشوف هنا تريندامير انا الحالي ما حد يبغى يروح، سيب التاور خليه يخلص الجيم، لانه انا لو رحت ايش حسوي؟ حموت، بس حموت، حيشيل التاور حيخلص الجيم وانا ميت، حياخذه بارد. لا يا عمي خليه يشيل التاور، ايش اسوي اذا التيم ما يبغى يتساعد؟ ففي احيانا يو كانت كنترول، بس انت يو كنترول، انت المسؤول عن فارمك. انت تفرم هنا، انت تفرم هنا، انت تجلس في الميد، انت تفرم الريث، انت تفرم الولفز، انت تفرم الريث حقه هذا، انت تفرم الولفز حقهم. شوف انا ما اجلس، اتفرج عليه في ستريم، شوف لي ستريمين ثلاثة اتفرج عليه، شوف ايش اسوي. I think in terms of farming يعني I am doing a good job to maintain الفارم حقي across الليفلز حقت الجيم، الايرلي، الميد، الليت. طبعا في الايرلي انا يعني احيانا اجيب مرة بيرفكت واحيانا اجيب سب اوبتيمال، زي الجيم اللي فات مثلا ما جبتها مرة كويس، بس جيم 25 دقيقة برضو عندي 220 230 فارم، فايتس اكسبتبل. يعني الجيم اللي قبله كان عندي 36 دقيقة كان عندي 330 فارم، فايتس اكسبتبل. خلينا نشوف الجيم اللي فات. فهذه
هذه يو هاف تو مينتين اكروس ذا جيم طبعا. ولازم تتعلم تسوي بالانس ما بين انك تاخذ فارم وتكون موجود مع التيم. مو معقوله التيم داخل في تيم فايت ضروريه وانت موجود فيها والفارم اللي هنا ما هو ضروري مو ويف كبيره وما حيصير شيء وانت رحت هنا طنشت التيم حقك كله مات وانت بتاخذ الفارم مو معقوله تمام. فانت يو هاف تو فايند ا واي تو بالانس ات زي الناس الاوادم. واذا ما انت عارف تفرم نصيحه مني كل يوم 10 دقائق بس 10 دقائق الى نص ساعه لو تبغى تديها هذا 10 دقائق تخش تريننج تفرم اول 5 دقائق او اول 10 دقائق زي ما قلت لك في الكوتشنج سيشن حقتي او في الفيديو اللي انا مسويه. خش سوي تريننج فرم لحالك. اذا ما قدرت تسوي فارم لحالك في 11 دقيقه 100 سي اس كيف تتوقع انك تسويها قدام تيم؟ فيبغالك ضروري تتعلم كيف تسويها. يعني هذه الجيم هذا الجيم اظن فارمي كان فيه شويه سب اوبتيمال عشان في النهايه ماني عارف كيف كان 24 200 فار 203 وهذا كان 38 دقيقه انا عندي 330 فار ولا 370 فار. يو هاف تو مينتين ذس. وعندي كلات مو انه والله شارد ما اتضارب ما اخش في تيم فايتس لا وذيس از وات يو وونت تو دو فاهم. يو هاف تو دو ذس بالذات از ان اي دي سي. التوب تقريبا نفس الطريقه التوب اكشلي الفارم فيه اسهل وهذا واحده من الحاجات اللي انا يعني تاخرت فيها انا نفسي تاخرت فيها يعني حاولت قد ما اقدر اتعلم. طبعا في احيانا ايش ما تسوي ما تقدر تفرم قد كده هو 30 دقيقه 230 فارم. في احيانا التيم حقك ما يخليك تفرم والله الجنجل يشيل لي لين يعني في اقيام يجي الجنجل ما شاء الله عليه هو قرر انه هو لينر كان اوتو فيل الجنجل يروح يشيل لك لين كامل يعدمنا ما اقدر اسوي شيء. كل اللي اقدر اسويه اروح اخذ الفارم حق الجنجل حقه ولا اشارك الفارم مع اي احد تاني. فانت ما تزعل وما تتضايق وما تجلس تبكبك وما تجلس تزعق تروح تحاول تفرم قد ما تقدر. الجيم هذا is not about you. تبوني انا ADC انا حكري لحالي no. هذا اللي يصير لي كلنا يصير لنا حبيبي ما بيصير لك لحالك ما زال فارمي عالي حتى لما بيصير لي ما زال فارمي عالي ما هو عذر انه انت ما يكون عندك فارم. كاساسن ميد لينر مثلا هل برضو اروح سايد لين؟ المفروض تروح سايد لين اصلا الاساسنز احسن ناس يروحوا سايد لينز. They can absorb pressure. مو بس ابزورب بريشر دي كان كل 1 في 1 ولا 1 في 2 لحالهم يا خالد لازم تروح سايد لين. واحده من اكبر الغلطات اللي اشوفها في اللو ايلو اللي يروح يلعب لي تالون ولا يلعب لي زد ولا يلعب لي عبد السميع ولا يبقى. عندهم موبيليتي مره عاليه عندهم كل بريشر مره عالي يقدر يقتل اي احد 1 في 1 لحاله يقدر يقتل اي احد 1 في 2 لحاله وجالس لي في الميد لين زي الاهبل يلفلف شوفوني انا جيت انا هنا ما ابغاهم يشوفوك ابغاك تطلع هنا قدامهم بعدين تختفي. اللي هنا يخاف اللي هنا يخاف ما هو عارف انت فين فاهم. يو جامب اون هيم طبعا فيز وات ايفر يا طبعا في كل الحالات يعني واحده من الغلط يعني انا لما اقول روح سايد لين ما تقول عمر راح يقول سايد لين واجلس بوش زي الاهبل وبعدين لما تموت يا تيم ليه ما سويتوا حاجه اوكي ما هي كده. قاعده عامه انا دائما اشرحها للناس اللي تسوي سبليت بوش. اذا تبغى تسوي سبليت بوش ميك شور انه انت على نفس الخط اللي التيم حقك عليه. التيم حقك وصل هنا جالسين يهاجمين انت ممكن توصل هنا او يعني شويه هنا معهم. ليش؟ لانه لو اي احد من هذول انسرت التيم حقك يقدر يانسر ولا يقدر يسوي بوش بسرعه. بس لو التيم حقك كله ورا التيم حقك هنا جالسين يدافعوا والتيم حقهم والميد والتوب برضو هنا معهم وهم مختفين ما انت شايفهم وانت زي الابله هنا لحالك جوك من هنا قتلوك كيف تبغى التيم حقك يجي وكيف تبغى التيم حقك يسوي اي حاجه اي هاف نو ايديا. ف سبليت بوش يا شباب ككونسبت يعني مره بسيط التعامل معه مره سهل بس شغل عقلك شويه. لما تشوف نفسك زي الاهبل كل شويه واصل دماغهم هنا وبتموت والتيم ما هو فيه فك يا اخي استغرب لما اشوف الجولديز البرونزيز البلاتسيز حتى الدايموندات اللو دايموندز المعفنين اشوفه واصل هنا والتيم حقه هنا وهو يموت بعدين يقول لهم تيم ليش ما سويتوا حاجة؟ ها كيف يسوي حاجة؟ كيف يسوي حاجة؟ يعني قبل ما يجروا ياخذوا بارن انت قتلوك وراحوا هنا. Don't be stupid يا اخي احسبها شوية تيمي ما قدم خليني اقدم اوقف هنا استنى تيمي قدم شوية اقدم خليهم يشوفوني اول ما يشوفوني ارسلوا لي اثنين apply pressure. ايش يعني apply pressure؟ اضغط التيم اللي قدامك انه هم ياخذوا اكشن شافوك لازم يرسلوا لك احد لو رسلوا لك احد التيم يقدر يتضارب يعني لو يرسلوا لك اثنين التيم يفوز عليهم 4-3
بس زي الابله انت وياه تجري هنا تجري هنا تجري هنا تجري هنا، اعكس 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 من دون ما تفكر. ولا المصيبه العظمى، انا مت كان هنا، مات التيم هنا، رجع تي بي هنا، بوش يا دبله انت يا تكف يا التي في ما اخترع عشان تستخدمه زي كذا. مره في حالات قليله اللي ممكن فيها تسوي تي بي زي كذا. التي في اخترع عشان حاجتين، عشان حاجه واحده يعني حاجتين اكشلي في بداية الجيم عشان ترجع في اللين بسرعة لو كانت تاور هنا. أول تي بي حقك، التي بيز الباقية ما هي حقتك، حقت التيم. إيش يعني؟ أنت you are split pushing هنا، أوكي؟ مش الميت، التوب، التوب is split pushing، التوب حقهم قدامك، أنت هنا، هو ما عنده تي بي ولا عنده تي بي، التيم بيسوي فايت، لفيت مني نويف كبيرة، ارسلوا لك التوب حقهم شفتوا، التيم دخل تيم فايت، انت تسوي تي بي هنا، يجي تسوي تي بي، انت سويت ادفانتج للتيم حقك، صرتوا 5-4 فوز الجيم انتهى. بس هذه شغلة التي بي في الحياة يعني. التي بي شغلته في الحياة التيم حقكم راح حمير، هم شافوك انت مرة اوبي مفيد خايفين منك، ارسلوا لك 2 تي بي للعيال، 5-3 فوزوا الجيم يا عيال، انتهى الجيم يا عيال. خدوا بارون يا عيال، سوي تي بي على بارون، هم بدأوا الشباب حقونكم جو هنا عشان يبوا يوقفوكم، وكان عندك واحد وما عنده تي بي يا عيال. يعني ما ادري كيف، ما يدري انا، ما يدري كيف الدماغ حقكم او مو حقكم انتو شخصا يعني الدماغ. يعني انا مر الاف البلايرز اللي بنلعب معاهم كل يوم بشوفهم يسووا الهبل هذا، ما ادري كيف الفكره البسيطه هذه ما تدخل في عقولهم، ما ادري. انا ما بتكلم على برونز يا كمكازي، انا بتكلم على بلاتس ودايموندز، يعني ما حقارن بين البرونز، ما اتوقع منه يعرف الكلام هذا، شيء طبيعي. بس لما اشوف الكلام هذا في 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 بلاتس ودايموندز دايموند 4 اتفاجأ. هذه ما هي ماكرو حبيبي، هذه ايش يبغى لها؟ هذه بس شغل الدماغ 1% يا حبيبي. دف الناس جيبهم علي، سوي تي بي على العيال، انتهينا. كل يوم نشوفها في ال سي اس، في ال سي كي، في ال بي ال، في يعني لو انت حمار، احترامي الشديد للحمير، حتى لو كانت تي بي يعطيك انهبيتر في حالات شاذة يا حنتكلم عنها بعدين. انا بتكلم عن الجنرال، الحاجات العامة. انت سبليت بوشر اصلا، مثلا زي تريندامير ولا زي جاكس ولا زي هذا ولا زي فيورا، والشباب هنا جو كلهم وانت ما انت موجود، انت كنت في البيس والتيم حقك قرب يموت او مات، ما تقدر تسوي شيء، بياخذوا بارن قبل يعني بيموتوا، يا سوي تي بي هنا، شيل هذا وانهبتر وارجع، اقل اخذ شيء في المقابل، يسموها تريدينج اوبجكتيفز. هذه حالات خاصه وشاده، هذه يعني ما تعرفها الا بعدين لما يعني تعرف تطلعها وتعرف تفكر. اوكي، شن ما يحتاج يسوي تي بي عشان عنده الالتي حقته. يعني كثير اشوفهم يلعبوا شن ويجلس لايرام في النص مع التيم، شن عنده 2 تي بيز، عنده الالتي حقته وعنده التي بي. لا اشوفك في الميدلين، المدمر يخطر في بالي برضه، لا اشوفك في الميدلين اللي هين، العب توب العب بوت. طبعا الشيء الثاني اللي مره ضروري تفهمه انه انت لازم تكون في الجهه المعاكسه للاوبجكتيف القادم. الاوبجكتيف القادم بارون، انت خليك تحت عشان تبغى التيم حقهم يبعد عن بارون عشان انت تقدر تاخذ بارون. الاوبجكتيف القادم دريك، والتيم حقك في ميد، والتيم هنا هذا بوت، انت تروح توب. دائما احسبها زي كذا. اوكي، فشايف بارون موجود وانت عندك تي بي، تروح فوق ليش؟ وات كايند اوف بريشر هتسوي؟ هيجوك فوق يتعاملوا معك، ما تقدر يعني البارون قريب حيقدر اذا ينسر بارون. دائما اخليك في الجهه المعاكسه. اوكي، شغلات هذه في بالي لما نتكلم عنها، يمكن انا ما ادري شايل يعني متحمس شوية، بس الشغلات هذه في بالي حاجات سيمبل بسيطة أساسية. كيف نقتل البرونز بهذا الكلام؟ ما يهم البرونز حبيبي، ما يهم إلا أنت، أنت ألعب صح، إيش لك صلاح في الناس؟ أنت تلعب صح أنت حتفوز جيمز زيادة، أنت حتطلع من البرونز وحتسيبهم وراك. ليش شغلك ومشاغل ولا همكم الهام إنه أنت تقنع التيم حقك إيش لازم يسوي؟ ليش يسمعوا كلامك التيم حقك؟ مين أنت؟ علامة العلامين ما شاء الله تبارك الله. لو أنت أحسن منهم كان أنت في تشالنجر أوريدي. اجلسوا كلهم بوت، لا تجلس معهم، سوي شغلك.